يسار محمد الهاني. تجربة طويلة عريضة لهاد العناصر بالثلاثة، لا على المستوى ديال المشاركة ديالهم في الفريق ولا على مستوى المشاركة الفردية. إذن نبدأ بعدنان الحكيمي، إذن هذا أداء ديال نكوشو شوشو. عدنان الحكيمي حاصل على الماجستير في الرياضة، حاليا كيشتغل بطل إفريقيا عدة مرات في الفردي وفي الجماعي، بطل العرب، بطل المغرب عدة مرات. أحسن الإنجازات ديالو الثالث على مستوى بطولة العالم، عدة ميداليات ذهبية في الدوريات المفتوحة البريمير ليغو سيري أ. بالنسبة الهاني محمد فالثالث على ميدالية نحاسية في بطولة العالم وميدالية يعني نحاسية في بطولة العالم الجامعية، عديد من الميداليات الذهبية في كما هو الشأن لعدنان الحكيمي في الفريق وفي الفردي في البريمير ليج وفي السيري أ، كذلك بطل إفريقيا وبطل العرب في صنف الكاتا. كذلك الشأن بالنسبة لبلال القاسم، لأن كلهم هذو أبطال من الطراز العالي، تمنوا يعني يكمل الأداء ديالهم الوجه اللي عودنا عليه، لا في العرض ديال الكاطا ولا في العرض ديال البونكاي. إذا كتكمل الكاطا بدون تحية ثم كيمروا البونكاي تمثيل الكاطا وتجسيدها على البساطة. أداء متميز تحت إشراف المدرب السيد عبد الكبير الدروي اللي هو يعني مدرب ديال المنتخب ديال جميع الفئات، مدرب معتمد من طرف الاتحاد الدولي، كان لاعب سابق ديال المنتخب الوطني وبطل دولي سابق. مازلنا مع البونكاي، على بعد دقيقة و 29 ثانية على نهاية الوقت القانوني. في الحالة ديال السقوط ديال أحد العناصر يعني لازم باش غادي يقوم اما على الركبه ديالو او لا واقفا في ظرف وجيز. كما اشرت كيكون تقييم ديال الاداء إجماليا على الأداء ديال الكاطا ب50% والأداء ديال البونكاي. نهاية العرض الخاص بالفريق الوطني المغربي على بعد تقريبا 27 ثانية متبقية من الوقت الأصلي للكاطا في انتظار
على نتمنوا النتيجه النهائيه نحسي تكون من نصيب الفريق الوطني. نتمنى ذلك الميداليه البرونزيه. تبقى الكلمه للقضاة. إذن اللحظة الحاسمة لحظة إعلان الفائز على مستوى الكاطا. نتمنى أن يكون الفريق الوطني المغربي بالفعل إذن الفريق الوطني المغربي يفوز بالميدالية البرونزية بفارق كبير 25.58 مقابل 24.34 بالنسبة للفريق الأذربيجاني كما كان واضع على الشاشة خلف الأبطال المغاربة. كما أشرت سي أحمد يعني ظهر لي من الأداء التقني ديال الكاطا في البداية قلت بأن راه في المتناول ديالهم